الفصل الثاني عشر، التسعير. يتناول هذا الفصل الحادي عشر موضوعا حيويا من مواضيع النسيج التسويقي، ألا وهو التسعير. نجد إذا ننتقل إلى مناقشة السؤال الأول الذي نجده في الصفحة 329 من الكتاب المقرر. فهناك تعريف أو تعريفان بالحقيقة للسعر. الأول يقول هو عبارة عن تعبير عن قيمة الأشياء التي يتم تبادلها في السوق، أي عملية التبادل تتم وفقا لقيمة يقبل بها الطرفان. والتعريف الثاني يقول القيمة التبادلية للمنتجات في المبادلات التسويقية، وهذا يعطي نفس المفهوم السابق، أي أن التعريف الأول والتعريف الثاني ليس هناك فروق جوهرية بينهما، وإيتاء أي منهما يفي بالغرض المطلوب في تعريف السعر. أما التعرف على الأهداف السعرية فنجدها في الصفحة 335 التي تعرض لنا مجمل هذه الأهداف. فهناك مجموعة تسمى أهداف الربحية، وتتناول أهداف الربحية نوعين من الأهداف. النوع الأول هو تحقيق عائد مستهدف، أي الشركة تستهدف عائد معين محددا تود الوصول إليه من خلال عمل. التسعير وكذلك بنفس الاتجاه، أي مجموعة الأهداف الربحية، نجد أن الشركة ربما تذهب إلى تعظيم الأرباح maximization of profit، وتحاول من خلال عملية التسعير تحقق هذا الهدف. أما مجموعة ثانية من الأهداف هي أهداف بيعية، والتي تتضمن زيادة حجم المبيعات أو المحافظة أو زيادة الحصة السوقية حسب وجهة نظر وظروف المنشأة التسويقية. وهناك هدف يدعو أو يسعى لتحقيق زيادات في عملية البيع واستخدام السعر كواحدة من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. وزيادة الحصة السوقية أيضا هي الأخرى بنفس الاتجاه في زيادة حجم المبيعات، ولكن كحصة سوقية الماركت شير الذي تخص المنشأة بالمقارنة مع بقية الشركات العاملة والمتنافسة في ذلك السوق. أما المجموعة الثالثة التي هي تتضمن وفق العنوان الذي ورد في الكتاب التوجه وفق الحالة، أي الظرف الذي تمر به المنشأة، والتي تتضمن استقرار سعري، هل تسعى المنشأة إلى أن يكون هناك استقرار سعري حسب الظرف الذي تواجهه المنشأة. أما في هذا السلايد الذي يجيب على السؤال الثالث في الصفحة 339 من الكتاب المنهجي، فنلاحظ أن الأهداف التنظيمية واحدة من الأهداف التي واحدة من العوامل التي تؤثر على قرارات التسعير. فما هو الهدف التنظيمي وما هو الهدف التسويقي؟ من خلال الهدف التنظيمي والهدف التسويقي سيتأثر قرار السعر. فإذا كان الهدف التسويقي على سبيل المثال اجتياح السوق، إذن على المسعر أو متخذ قرار سعري أن يوظف السعر لتحقيق هذا الهدف.
العامل الثاني هي أشكال الأهداف السعرية. أما العامل الثالث فيها التكاليف، بدون التكاليف لا يمكن أن نحدد كم يكون مقدار السعر أو مستوى السعر. في الكلفة هي قاعدة أساسية لاتخاذ القرار السعري. أما العامل الرابع يتضمن المتغيرات الأخرى في المزيج التسويقي، أي كالتوزيع والترويج ومواصفات المنتج، لها تأثيراتها على السعر. ولا نستطيع الآن في هذا الحيز الضيق والبسيط من الوقت أن نسلط الضوء على جميعها وكيف تكون لها ارتباطات على في هذا السلايد الذي أمامكم. نناقش السؤال الرابع اللي ركز على طرق التسعير، وهي كثيرة. أما الطريقة الرابعة من طرق التسعير فهي تتصدى إلى ما يسمى بتسعيرة العامل النفسي. ونجد هنا في ظل هذا العنوان أربعة أنواع، عفوا ثلاثة أنواع من التسعير على أساس العامل النفسي. النوع الأول يسمى بالأسعار الكسرية، أي لا نجد رقما صحيحا للسعر، وإنما هناك كسور في سعر المنتج المعلن للمشتري. بدلا أن يقول البائع سعر المنتج 10,000 دينار، سوف يسجل 9,999 بدلا 10,000، وهذا يؤثر على نفسية المشتري ويجعله يعتقد أن السعر هو 9,000 وليس 10,000. أما تسعيرة المقام كما يطلق عليها أو أسعار المقام، هي تلك الأسعار التي تتناسب مع مقامات المشترين. هناك بعض المشترين لا يحبذ الشراء بأسعار زهيدة ولا يسعى إليها كبقية الناس الآخرين ذوي الدخول المتواضعة والمقامات البسيطة، بل هو من المقامات العالية، وبالتالي يسعى إلى أن يحصل على أسعار عالية تليق به وبمحلات التي يرتادها وأيضا نوعيات البضائع التي يشتريها. النوع الثالث ضمن تسعيرة العامل النفسي هي الأسعار المرجعية. الأسعار المرجعية هنا